اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نسال جوجل بقى، تعالى نسمعه كده ونساله، نقول له ترتيب مجموعه مصر شكلها ايه بعد مباراه اليوم. يلا عمنا ادينا الاجابه. ها طيب، ادي مجموعتنا. مصر في الصداره بعد الفوز على الكونغو بست نقاط، وأوغندا في المركز الثاني بعد تعادل النهارده مع زيمبابوي، وزيمبابوي في المركز الثالث، وفي المركز الأخير المنتخب الكونغولي. ده ترتيب المجموعة بتاعتنا بتاعت منتخبنا الوطني. عدنا للصدارة سريعا، ما كناش متصدرين بعد أول مباراة، كنا كسبانين واحد وكانت أوغندا كسبانة اثنين.